نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا المحور المجتمعي في الحوار الوطني تناولت القضايا السكانية. أكد المشاركون أهمية التوزيع العادل والجيد للتعداد السكاني لتجنب الضغط على الموارد. احنا عندنا يمكن حوالي دلوقتي 104 مليون وشوية، يمكن 9 من 10، متوزعين على 13% مساحة جمهورية مصر العربية. بعض الاماكن فيها تكدس سكاني رهيب، ده حمل على كل حاجه بقى، على البنيه التحتيه، على جوده الخدمات، على فرص التعليم، فرص الاعتناء بالصحه، حاجات كتير قوي بتشمل هذا الموضوع. كل ما زاد التكدس السكاني كل ما كان العثور او تقديم خدمه مناسبه وجيده بيبقى قليل. فدي حاجه. الحاجه الثانيه سوء توزيع، احنا عندنا سوء توزيع شديد، احنا عندنا في خدمات على البيئه على كل حاجه. لما يبقى عندي 50 مليون شخص تحت سن 25 سنه معناها انه كل سنه هيدخل في سن المدارس عدد كبير، في سن التخرج عدد كبير، في سن الزواج عدد كبير، وده معناه انه لما كل سنه يتجوز مليون واحد معناها انه معدل تكوين الاسر عالي، بمعنى انه كل سنه هيتفتح مليون بيت جديد، ولو كل واحد من الأزواج دول خلف طفل واحد معناها إن أنا هنتهي إلى وجود مليون ولادة كل سنة. في العديد من التداعيات الخاصة بالقضية السكانية، على سبيل المثال النمو السكاني المتزايد، وده وفقا لتقديرات البنك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي هي تعدت حوالي 104 مليون نسمة. ايضا التركيبه السكانيه زي ما ذكر دكتور طارق، عندنا الفئه العمريه او قاعده الهرم نفسها بلغت في تعداد 2006 حوالي 10.6 من 10، والنسبه دي ارتفعت ل 13.6 من 10 في تعداد 2017. ايضا عندنا مفيش توزيع متكافئ بالنسبه لمساحه الدوله نفسها، هنا بتتصدر محافظه القاهره من اوائل المحافظات، ويليها محافظه الجيزه ومحافظه الشرقيه، وبعد كده بتيجي المحافظات الحدوديه اللي موجوده عندنا. ان دي المشكله المفتاح، لو حلتها هتحل كل مشاكل مصر. يعني دايما هو كان يقول لك ايه، السكان اولا، السكان والا فلا، يعني حل المشكله دي الاول. طب حضرتك قلت لي احنا بادئين من زمان، يمكن اقول لحضرتك يعني الدولة المصرية سنة 1965 تم إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. لما أقول من 65 وإحنا دلوقتي في 2023، يعني الدولة المصرية فتح الملف ده بقى لها قرب 60 سنة. دول كتير ابتدت معنا في الستينات وقفل الملف ده من 15 ل 20 سنة. يعني لو أنا قفلت الملف ده النهاردة أنا متأخر على الأقل من 15 ل 20 سنة. فيمكن محتاجين إن إحنا نفكر ونراجع مع بعض ونقول إيه الملف ده إحنا ورثناه من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورثه من الجيل اللي قبلينا. حان الوقت وانت على اعتاب الجمهوريه الجديده تاخد قرار انك تقول الملف ده مش هنورثه، ودي تبقى سياستنا في الجمهوريه الجديده، اني مش هورث الاجيال اللي بعدينا الملفات، مش هورثهم عماله الاطفال ولا تصرم التعليم ولا الاميه.